هاي ايفريون، اهلا وسهلا بيكم في دعاز انجلش كورنر. يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هنتكلم على مس برونونسد وورد، هنشوف ايه الكلمات اللي بننطقها غلط وازاي في كلمات بيبقى فيها حروف هي ما بتتنطقش اساسا. تعالوا نشوف مع بعض ايه الكلمات اللي معانا النهارده و let's get started. اول كلمه معانا للنهارده هي الكلمه اللي انتوا شايفينها قدامكم دلوقتي. الكلمه دي معناها غير واضح، طفيف، او احيانا بتيجي في سياقات تانية بمعنى ذكي. اوكي، عندنا الكلمه دي قبل ما انطقها خلينا نتفق على حاجتين. اول حاجه ان حرف البي اللي عندنا ده مش هيتنطق اساسا، هو سايلنت بي. تاني حاجة ان هو هيتحول للتي اساسا، يعني هو هيتحول لحرف التي في النطق، فهتبقى زي ما انتوا شايفينها قدامكم دبل تي. اوكي، لما اجي انطقها هل انا هنطقها ساتل؟ لا، الدبل تي عندنا دول هيتحولوا لكويك دي. كويك دي يعني كده هننطق الدي بطريقة سريعة، او زي ما بنقول كده صوت مايل لحرف الدي بس هو مش حرف الدي اساسا. فلما اجي انطق الكلمة دي اقول ساتل ساتل ساتل. Character in a subtle but important way. It's in subtle detail. الكلمة اللي معانا بعد كده هي كلمة definitely. Definitely. اوكي، الكلمة دي معناها بالتأكيد، وإن شاء الله هتكون سهلة لأني بشوف ناس كتير بتكون شايفة الكلمة دي صعبة النطق، إن أنا أطلع الحروف اللي فيها كده بطريقة سريعة أو خفيفة زي النيتيف سبيكرز. اوكي، المشكلة في الكلمة دي هي بين الاف والتي. احنا الاصوات اللي بين الاف والتي مش الاصوات اللي بينهم وبس، هي مشمول معاها صوت الاف والتي. ازاي اطلع الاصوات اللي في النص دي بسرعة علشان اعرف انطق الكلمة كلها على بعض؟ خلينا ناخد الفاولز كده الصعبين الاول اللي فيها، وبعد كده ندخل وننطق الكلمة على بعضها. لما اقول من صوت الاف لحد التي هقول اول صوت فن فن فن. انا عارفه ان في صوت بين الاف والان، بس الصوت ده يعني ضعيف جدا في الانجليش فمش محتاجين ان احنا ننطقه، فبنقول فن فن. بعد كده هننطق الفاول او الحرف المتحرك اللي بعد كده، هقول فنات فنات. اوكي، في ملاحظين ان انا بوقف الصوت او بوقف مجرى الهواء اول ما بنطق الان والتي بعدهم. التي هنا هي ستوب تي. يعني ايه ستوب تي؟ يعني انا بوقف مجرى الهواء بمجرد ما بنطق الصوت ده، وبرفع طرف لساني على سقف الحلق من ناحية الاسنان الامامية، فاقول فنق فنق. اطلع طرف لساني على سقف الحلق واوقف مجرى الهواء. بعد كده هقول لي لي، فهتبقى فنق لي فنق لي. اوكي، لما اجي انطق الدي والاي اللي في الاول بقول ده ده ده، وبعمل دروب للجا اللي هو الفك السفلي بنزله لتحت، وبقول definitely ده ده definitely definitely. اتدربوا على الأصوات اللي بين الاف والتي وإن شاء الله تعرفوا تنطقوا الكلمة دي. Way more fun. I'm definitely not getting rich doing this. Criminal law and I definitely didn't think that I would. الكلمة اللي معانا بعد كده هي كلمة ليها نطقين مختلفين، في نطق في بريطانيا وفي نطق في أمريكا. أوكي، أنا بناقش النطقين دول يا جماعة علشان بس اللي حابب يتكلم بالأمريكان يبقى عارف النطق بتاعها، ولو حابب يتكلم بالبريتش يبقى عارف النطق بتاعها. أوكي، الكلمة دي بتتنطق في اليو كي بريطانيا status status status. أوكي، في اليو اس اي هي status status، يعني هي بس فاول بسيط جدا الفرق بينهم، هي هنا ستي لكن هناك ستا. اوكي، ومعنى الكلمة دي هي الحالة، ممكن الحالة المالية الاجتماعية الاقتصادية، وممكن تكون الحالات الموجودة على السوشيال ميديا حاليا. In other words, a radical departure from the status quo. You're normally given a higher status in school. الكلمة اللي معانا بعد كده هي ليها نطقين مختلفين في اليو اس اي بالامريكان انجلش، ليها نطقين مختلفين عن بعض، والاتنين يعتبروا صح حسب ما انت بتحطها في جملة او حسب اي نطق هتستخدمه هيبقى واصل للي قدامك ان انت بتستخدم الكلمة دي. اوكي، النطق الاول هو data data، وطبعا التي عشان واقعة بين حرفين متحركين فهنميل صوتها كده لصوت الدي. اوكي، بس بنميله لصوت الدي مش بننطقه دي. اوكي، فهنقول data data. اوكي، او نقول data data، فهي da او day، فهي data او data. اوكي، عندنا معنى الكلمة دي هي البيانات، معطيات، حقائق، معلومات، بتشمل جميع المعاني اللي لها علاقة بالبيانات.
Depending upon the situation, I'll say data. Data. Or I'll say data. Well, so I pronounce it data, and I think that was the name of the kid on Goonies. I say data. I have no idea why. Data. على قد ما هتحسوا ان الكلمتين اللي انا بعرضهم دلوقتي سخيف ان انا اناقشهم، على قد ما بسمع ناس كتير بتغلط في نطقهم. اوكي بالراحة كده، الاول حاجة الكلمة الاولى دي هي مش بتتنطق اف خالص، يعني الاو اف الاف فيها مش بتتنطق اف، هي بتتنطق في. اوكي فبنقول of of of. تمام. تاني كلمة اللي فيها دبل اف بتتنطق of of of، هنا بتتنطق F وهنا بتتنطق V. في ناس كتير فاكرين ان هما الاثنين نطق واحد، وفي ناس كتير فاكرين انه العكس، ان of هي of و of هي of، لكن هي اللي فيها double F هي اللي بتتنطق F، اما اللي فيها F واحدة بتتنطق V، فهي بتتقال of والتانية بتتقال of. اوكي المعنى بتاع of هو حرف جر من، اما بالنسبة لمعنى كلمة off هو اي شيء منفصل، ان انا بفصل اي حاجة عن التانية، او متوقف عن العمل، او متوقف عن اي حاجة تانية. بصراحة كلمة off هي بتيجي في سياقات تانية كتير ومعاني كتير، وحتى off نفسها ممكن تكون حرف جر بسيط بس بيدل على معاني كتيرة لما بتتحط داخل سياق. We're looking up the skirt of nature, looking into under the even when it leads you off the well-worn path. في اخر الفيديو احب اقول لكم thank you very much for listening، يا رب تكونوا enjoyed بالفيديو ده، و if you did learn anything يا رب ما تنسوش تحطوا like and subscribe، and thank you very much for watching again. Bye bye.